اكيد بتقولون وين اسم المنور؟ اوريكم اياها وهي جايه من المطار ونشوفها مع بعض. نجوم لالي فبراير أسماء نورت لالي فبراير والوطن، يكتمل هذا النور بوجود الفنانة أسماء المنور. نرحب فيك ونقول لك كدائر لا بأس عليك. بارك الله فيك وإن شاء الله عامكم كله فبراير وعامكم كله أعياد. طبعاً كلنا شرف المشاركة في مهرجان لالي فبراير، ودنا نسمع شنو مجهزة لجمهورك في الكويت. إن شاء الله محضرة بزاف ديال الحاجات زوينين، إن شاء الله غادي يعجبكم. وكنت مهتمة بزاف بالطلبات، وكنت فرحانة أنه في طلبات أنه أغاني ما تخيلتش تطلب، خصوصا أغاني في بدايتي يعني اللي هي قديمة بزاف. فإن شاء الله عملت ريبرتوار إن شاء الله يكون عند يعجبكم. طبعا سمعنا أن أنت غنيتي بأكثر من لهجة، غنيتي بالمصري، غنيتي طبعا أكيد بالمغربي، غنيتي بالخليجي وباللغة العربية. شنو الأقرب إلى قلبك اللي تحبين تغنيه؟ صراحة كلهم قريبين، أكيد لهجة بلادي المغرب طبعا أقرب حاجة جدا، لأنه لغة يعني لهجتي الأم ولغتي الأم. لكن أي لهجة في إطار اللغة العربية أو اللغة العربية الفصحى هذا حاجات قريبة لي. كن منصفا يا سيد القاضي، تخونني لغتي وألفاظي. ودني طايحة من الطيارة. يعطيك العافية طبعا، وكلنا شوق ان نشوفك على مسرح لالي فبراير. بارك الله فيك وكنعيد عليكم مرة أخرى، وإن شاء الله تستمتعوا في آخر حفلة ويجيوا بكثرة باش تشوفوا الهدية اللي جايبة لكم معايا إن شاء الله. اللقطات الحلوة هذه في مطار طيران الوطنية، شكرا لهم أيضا، وشكرا للزميل عمر اللي يعني قدر يسأل كم سؤال لأسماء المنور اللي بصراحة جايتنا وأول ما جات على فكرة بدلت هدومها وراحت تعمل بروفات. تبوا تشوفونها معانا؟ شوف أسماء المنور اسم تعود عليه تلفزيون الوطن والجمهور الكويتي بشكل حلو، لكن احنا الحين موجودين بالبروفة. البروفة شيء جميل جدا، لكن الأحلى والأحلى في يوم الحفلة إن شاء الله. لامعة في مجال الفن الطربي والغناء الطربي، الغناء العربي أسماء المنور، حياك الله في الكويت. الله يحييك ويا ديرة الطيبين، أنت سمعت الأغنية كلها بس ما تحرقاش علينا، هذه مفاجأة. لا أكيد هذه مفاجأة حق الجمهور الكويتي من أسماء المنور، أغنية وطنية كويتية في طبعا راح تصادف خلاص أيام قريبة على عيد الاستقلال وعيد التحرير، هذه هدية وايد حلوة من أسماء المنور، لكن نبي نعرف الجمهور الكويتي متعطش جدا لسمع صوت أسماء المنور في زين الليالي، ليالي فبراير، أسماء المنور شنو محضرة؟ اولا سعيده بوجودي لاول مره في هلا فبراير، في لياليكم الزينه ان شاء الله دائما تكون زينه وزينه بيكم، وان شاء الله عامكم كله اعياد، وانا عامله اغنيه بالمناسبه فيها للعيدين، وانا عيدي عيدين كمان، ليش انتم عيدكم عيدين، عيدي بلقائكم وعيدي بعيدكم يعني اكيد. أسماء المنور شنو متوقعة من ردة فعل الجمهور الكويتي لأول ظهور لها على ستيج هلا فبراير وليالي فبراير؟ إن شاء الله يعني أنا غادي نعمل
وانت شايف مع الفرقه ساهرين حتى الصباح باش نرضيو الجمهور هذا، واكيد الجمهور الكويتي جمهور سميع وكيبغي يسمع الحاجه زوينه، وحنا محضرين لكم زوين. وقت اول خمس دقائق من الصعود على الستيج شنو تعني حق اسماء اليوم؟ اكيد كنحاول نخليها ماكسيموم التركيز، نراجع ترتيب الاغاني ناخذ في دماغي كيف لو عندي كلمه حابه نقدمها مثلا ولا حاجه نحاول نركز فيها، وقبل نقرا قران ونتوكل على الله. من عادات اهل المغرب الكرم واسماء المنور من المغرب، فبديهيا كريمه واهدت للكويت اغنيه وطنيه راح تكون مفاجاه في زين الليالي ليالي فبراير. صراحة شوقتنا الفنانة الجميلة أسماء المنور على أن نكون متواجدين داخل المسرح، فهيا بنا إلى المسرح زين. هناك في مسرح زين واقفة على المسرح أسماء تنطر جمهورها الكريم علشان نقول لهم نبلش الحفلة. نبدأ حفلتنا الليلة الحفلة السادسة بصوتها الحلو، فإلى هناك.